البداية من كرة القدم وتحديدا من تأهل الأرجنتين لنهائيات مونديال روسيا بفضل ثلاثية سجلها المهاجم ميسي في مرمى الإكوادور مقابل هدف، وذلك في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية. المباراة وتأهل الأرجنتين كان محل اهتمام كثير من الناس، ليس عالميا فحسب بل عربيا أيضا. تصدر اسم مهاجم برشلونة المشهد الافتراضي، فعلى جوجل وعلى تويتر وفيسبوك تداول كثيرون صورا وفيديوهات من المباراة، كما قارن بعضهم بين منتخب الأرجنتين بوجود ميسي ومن دونه. وكما ذكرنا هناك اهتمام عربي بمباراة الأرجنتين والإكوادور، وهو ما كان واضحا من خلال اهتمامات المصريين البحثية على جوجل. الأمر لم يكن مختلفا في السعودية، هذه نظرة سريعة على اهتمامات السعوديين البحثية على جوجل. أحد أهم الأسئلة المتداولة هذه الأيام وبكثرة، من تأهل حتى الآن لمونديال روسيا؟ وهذه إجابة سريعة مع المنتخبات التي حجزت مقاعدها حسب آخر تحديث. نبقى في الرياضة وتحديدا في السعودية، حيث اهتم كثيرون بتوجيه رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ الذي يمنع من لا يلتزم بالزي اللائق من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية. مغردون تساءلوا عن نوعية الزي اللائق قبل أن تحدد وسائل الإعلام أن المقصود عدم دخول المنشآت الرياضية بملابس النوم أو ما تدعى ثياب البيت.